مش هنبعد كتير عن مسألة الأعمال الفنية، وهنتجه لما يتعلق برضو بالثقافة. حرب أكتوبر ما كانتش مجرد حرب في الميدان بين قوسين، ولكن كانت أدب وفنون نجحت في الفترة اللي كانت فيها الحرب من خلال أعمال وتدوينات لمثقفين، سواء مثقفين مصريين، مثقفين عرب، جنود، مراسلات جنود، مراسلات مراسلين على الجبهة. كل ده كان مهم توثيقه، ولذلك كان في كتاب مهم جدا تم إنتاجه من أبرز الكتاب اللي نجحوا في تاريخ وتوصيف تلك الفترة، كان الكاتب محمد ريان في كتابه الثقافة سنة 1973. ودي صورة الغلاف الكتابي اللي نجح من خلال الكتاب أنه ينقل الشارع كان عايش إزاي وبيتكلم في إيه، والمصطلحات المستخدمة بين الناس عشان يقول أن الحرب مش بس في الميدان وعلى الجبهة، لا، لازم تكون قرار جوه قلوب الناس قبل ما يكون على ورق من القيادة السياسية والعسكرية. عشان نعرف تفاصيل هذا الكتاب ودوره في توثيق نصر أكتوبر، معانا الكاتب محمد ريان. أستاذ محمد، برحب بحضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيب، وبهنيك على الكتاب الثقافة سنة 1973. بشكرك أستاذ يوسف طبعا على المقدمة الجميلة دي، وطبعا يسعدني أن أنا أكون معاكم في التاسعة. هو فعلا الكتاب بيتناول دور زي ما حضرتك كنت بتتكلم، دور الجبهة الداخلية من عمال وفلاحين، وده يمكن الفصل الأولاني قوي في الكتاب. أنا رصدت يمكن مجموعة من البيانات الأرشيفية اللي كانت موجودة في المجلات اللي كانت موجودة وقتها. كان في مجلة الطليعة اللي هي واحدة من أبرز المجلات اللي كانت بتغطي الفترة دي، كانت عملت تحقيق استطلاعي بلغة الأيام دي يعني، وناقشت العمال والفلاحين إيه تصوركم عن المعركة، إيه أفكاركم، إيه رؤاكم وقتها. والحقيقة طلعت بكنوز يعني إحنا يمكن بنشوف الأفكار إزاي العمال كانوا بيساهموا فيما يسمى في وقتها المجهود الحربي، إزاي العمال كانوا بيعرضوا التطوع، الدفاع المدني، المشاركات من العمال والفلاحين. ويمكن رصدت في الكتاب آراء كتير جدا من العمال، عمال النسيج، عمال مثلا في المصانع الأقطان، عمال مثلا اللي كانوا موجودين، عمال اليومية، والعاملات كمان. ويمكن كانوا بيقولوا يعني، يمكن عامل منهم كان بيقول مقولة مهمة جدا، بيقول ان احنا في وقت المعركة كنا بنضاعف الورديات بتاعة العمل لورديات اكبر، وانه ده كان بيساعد على زيادة الانتاج. وده يمكن دور مهم جدا للجبهة الداخلية، ان الجبهة الداخلية كانت بتساند الجبهة الخارجية. كمان استمر الحشد ده كمان لطول فترة الحرب، يمكن لحد العيد. يعني احنا عارفين الحرب كانت يوم 10 رمضان، وطبعا واستمرت لحد عيد الفطر. وانه ازاي حتى التغلب على الازمات اللي ساعات بتنشا في اوقات الحروب، ازاي ان الشعب كان متكاتف قوي مع يمكن مع الجبهه الحقيقيه اللي كانت موجوده في قناه السويس، زي ما حضرتك وضحت شويه والسياده اللي هو كان بيتكلم من شويه. الجبهه الداخليه كمان كان ليها دور مهم جدا، وكان ليها دور فعال. يمكن كمان بنشوف اراء الفلاحين، وازاي ان الفلاحين بيقولوا ان احنا يعني، كان في فلاح يعني بيتكلم من المنوفيه بيقول انه انا عندي مثلا، احنا عندنا القريه بتاعتهم كانت حوالي 3000 واحد، وازاي ان 200 منهم مجندين على الجبهه، منهم اخ واب كل بيت كان فيه جندي على الجبهه. بالظبط. وازاي ان هم بيقولوا يعني، انا يمكن كنت يعني بشوف المشاعر ما كانش فيها مشاعر خوف على الجنود وعلى يعني اقربائهم وعلى اخواتهم وغيرهم، لكن كان في نوع من الفرحه، وان هم بيتمنوا ان هم يكونوا مكانهم. ده يمكن الفصل الخاص بالعمال والفلاحين. يمكن كمان الجزء الخاص بالمثقفين اللي حضرتك نوهت، طبعا الكتاب هو اسمه الثقافة سنة 73 سيرة شعبية لحرب أكتوبر. الجزء الخاص بالمثقفين، يمكن آراء المثقفين الكبار زي نجيب محفوظ، الأستاذ توفيق الحكيم، الأستاذ يوسف السباعي، يمكن كانت عظيمة. الأستاذ نجيب محفوظ أطلق على الحرب لقب، قال إن هي عودة الروح للمصري.
وسماها كمان ثورة 6 أكتوبر، لأنها قال إن الحرب هي عبارة عن صراع قد ينتهي بالهزيمة أو النصر، لكن الثورة هي يعني شيء بيكون فيه نوع من الإنسان نفسه بيتغلب على الكثير، وده اللي حصل في ثورة، يعني ده اللي حصل في 6 أكتوبر، إنها الحقيقة غيرت من يعني من المعدن الإنسان المصري الأصيل، وجابت المعدن الأصلي، المعدن الفعلي للإنسان المصري، الشعب المصري. الكتاب الكتاب مقسم لفصول 6 أعتقد أو 5 والفصل السادس. يمكن الفصل الأولاني اللي أنا كنت بتكلم فيه اللي هو فصل العمال والفلاحين. الفصل الثاني كان بيتكلم عن الأدوار المثقفين المصريين، ويمكن كمان يعني في رسالة مهمة جدا من الأستاذ توفيق الحكيم كان بيوجهها لوزير الثقافة وقتها الأستاذ يوسف السباعي، والاثنين أدباء كبار. رغم سنه وانه توفيق الحكيم كان عمره وقتها 75 سنة، إلا انه بيطلب من وزير الثقافة ان هو يشوف له عمل يدوي، يعني تخيل أديب كبير يطلب عمل يدوي في مصنع للمعلبات، عايز يجهز المعلبات اللي بتروح للجيش على الجبهة عشان خاطر عايز يشارك، مش عايز مش عايز بس مش عايز يكتفي بدوره. مش عايز يشارك بس بمجرد الكلمة، ولكن بالفعل كمان، يعني دور المثقفين. والحقيقة ان دور المثقفين من حرب الاستنزاف وحتى حرب اكتوبر دور فعال جدا. اغلب المثقفين المصريين ذهبوا الى الجبهة في رحلات يومية لمساندة الجنود ومؤازرتهم طول فترة حرب الاستنزاف وطول فترة حرب أكتوبر، ودي يعني دور مهم جدا يستحق إلقاء الضوء عليه الحقيقة. يعني يمكن دي كانت النقطة الفريدة في الكتاب، إن هو بيلقي الضوء على هذا الدور المهم. يعني وأعتقد من هنا بتيجي أهمية الكتاب الثقافة سنة 1973، إن هي تناولت زوايا مختلفة مهمة في نفس الوقت متنوعة. الفصل يمكن الأول دور مراسلين الحرب كمان مهم قوي. يعني دور مراسلين الحرب ده كان فصل لوحده. كان فصل لوحده دور مراسلين الحرب، وكان عندنا احنا عندنا مراسلين كتير جدا مشاهير، يمكن الأستاذ عبد المباشر، عندنا الأستاذ جمال الغيطاني، عندنا مجموعة جدا، الأستاذ حمد لطفي، المجموعة الأستاذ محمد دبر، الأستاذ فاروق الشري، كل دول مراسلين. يمكن من أبرز الحاجات الجميلة جدا اللي كان بيذكرها الأستاذ جمال الغيطاني عن الفترة اللي هو كان فترة حرب أكتوبر أو ما قبلها بقليل، إنه التوحد ما بين الجندي وما بين السلاح، لدرجة انه الجندي كان بيطلق على السلاح اسم ابنه او بنته. يعني كان في واحد من الجنود كان بيطلق مثلا على سلاحه مجدي على اسم ابنه. فنوع من التوحد ما بين الانسان والسلاح ده يعني كانت لقطة عبقرية مهمة جدا. يعني حقيقي كان تجميع كل هذه الشهادات او كل هذه الوثائق في كتاب واحد، فصل عن العمال والفلاحين، مثقفين في مصر، المثقفين العرب، المراسلين الحربيين، المراسلات. سؤال أخير إذا تسمح لي أستاذ محمد، أصعب فصل في كتابته كان إيه؟ الحقيقة أصعب فصل هو يعني أنا يعني يمكن لما كنت برصد دور المثقفين العرب، لأنه أنا كنت محتاج أن أنا أجيب شهادات أكتر شوية من الشهادات اللي كانت متاحة ليا، وكنت محتاج ان انا ارصد ده. والحقيقه ان الدور العربي كان فعال وطلعوا طبعا مجموعه من البيانات المهمه الخطيره جدا لمسانده الوجود المصري على في القناه والحرب نفسها. والحقيقه طلعوا بيانات نداء لكل مثقفين العالم، وهو كانت الحقيقه يعني لقطه عبقريه، وكانت يعني جهد حقيقي جماعي هايل. ما يقلش عن الجهد اللي حضرتك بذلته في كتابه الكتاب ده، واعتقد ان دي دعوه لكل مصري انه يرى الكتاب ده، وانا ان شاء الله اكون اولهم. الاستاذ الكاتب الكبير الاستاذ محمد ريان، انا بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا، وكل سنه وحضرتك طيب وكل المصريين بخير.